وللمتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل الغد خالد خيري. خالد، ما هو رد فعل الأوساط الدبلوماسية والسياسية والإعلامية أيضا على التهديدات التركية؟ نعم، يعني في الواقع هو الكونغرس لا يدرس اتخاذ القرار، هو اتخذ القرار بالفعل بمنع تسليم تركيا طائرات او مقاتلات طراز اف 35، وربما هذا هو الذي اغضب الجانب التركي. فيما يتعلق بايضا الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس بمجلسي الشيوخ والنواب هم من اقروا هذا القانون، وهم يعارضون تماما اي مبدا للمساومه بتسليم القس اندرو برونسون بالمعارض التركي فتح الله جولن. هذه هي القضيه التي توحد عليها او بها الامريكيون، يعني هناك انشقاقات كثيره بين الامريكيين وبين البيت الابيض والكونغرس والاعلام والاداره، ولكن في هذه القضيه بالتحديد هناك صوت واحد في الولايات المتحده يتحدث عن عوده القس اندرو من دون اي مساومات او مقايضات مع الجانب التركي. تصريحات الرئيس أردوغان يعني لاقت انتقادا حادا هنا من الكونغرس الأمريكي، كثير من الأعضاء يقولون إنه حتى في حال توجهه إلى المحكمة الدولية فلن يصل إلى شيء، لأن الصفقة هي الولايات المتحدة هي اللي تقرر السماح أو منع بيع مقاتلاتها. فيما يتعلق أيضا بمسألة تصريح الرئيس التركي بأنه لن يرضخ للضغوط أو عقوبات أمريكية لن تثني عن قراره، القرار الأمريكي واضح وأن هناك عقوبات كبيرة كما ذكر البيت الأبيض. بالأمس تحدث وزير الخارجية مايك بومبيو مع نظيره التركي واتفقا على استمرار المشاورات والمباحثات بشأن تسليم القس أندرو. مسألة تسليم القس أندرو بالنسبة للولايات المتحدة قرار نهائي لا رجعة فيه، ولن يعني يتراجع البيت الأبيض مهما حدث من الجانب التركي، لأن القضية أيضا قضية داخلية، الانتخابات الكونغرس على الأبواب، ولا يريد الجمهوريون أن يخسروا هذه القضية فيخسروا الانتخابات معها. نعم خالد، يعني هذه ليست أول أزمة ما بين أنقرة وواشنطن في الفترة الأخيرة. في الأزمات السابقة كانت تحل كلما تأزمت أكثر تحل سريعا، هل هذه الأزمة مشابهة لما سبق؟ يعني ليست مشابهة، وإن كانت بعض يعني الآراء تقول إنها أزمة صغيرة، أزمة القس أندرو، ولكن الولايات المتحدة تصعد في هذا الملف بالتحديد، لأنه كما ذكرت لك أحمد ملف داخلي. الملفات الأخرى ملف سوريا، التسليح، الناتو، صواريخ حتى اس 400، كلها تدور بشأنها المشاورات الأمريكية التركية، وهناك تنازلات من قبل الطرفين فيما يتعلق بهذه القضايا. أما قضية القس أندرو فلا مساومة فيها بالنسبة للجانب الأمريكي. خالد خيري مراسل الغد من واشنطن، شكرا لك.